احنا اليوم يا اخوان رايحين نستكشف ونشوف هونغ كونغ. ورجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده هنتكلم عن شخصيه بالنسبه لي مبدعه جدا في المونتاج والفلوجز وكل حاجه جو حطاب. طبعا الشخصيه دي يعني هو فلوجر وبيسافر في كل انحاء العالم. والفيديو النهارده عنوانه ايه علاقتنا بجو حطاب. وطبعا مش انا اللي هحكي لكم، اخويا هو اللي هيحكي لكم. ابتدت القصه من هو كان عامل اغنيه مواصل، وانا كنت متابع كل فيديوهاته، مع انه كنت متابع فيديوهاته من اول ما جه مصر وكده. بدات اشوف فيديوهاته القديمه، تابعته لحد دلوقتي وفيديوهاته الجديده وروعه جدا. فلقيت عامل اغنيه اسمها اغنيه مواصل، فانا خدت الاغنيه دي. انا كموزع وكده، كموزع موسيقى، بحب اعمل ريمكسات على حاجه، بحب اغير كده في الحاجه. فقلت اعمل ريميكس اغنيه في موسى، تمام. فعملتها ونزلتها عندي، وما جاش على اقبال كبير. يعني جه عليها اول حاجه حوالي 65 مشاهده او 55 مشاهده. بعديها جو حطاب دخل علق لي، فانا الصراحه اتفاجئت وفرحت جدا ان جو حطاب، واحد انا بتابعه اساسا، واحد مبدع وفنان وانا بتابعه جدا وبتابعه من زمان، دخل علق لي. فبعديها رديت عليه، وبعديها لقيت ناس جايه تكتب في التعليقات من طرف جو حطاب. انا قلت ايه، اكيد هو في حاجه او طلع عمل فيديو عليا. دخلت على قناته لقيته عمل فيديو عليا دلوقتي رايه في ريميكس اغنيه مواصل جو حطاب من عزف وتوزيع. السعوديه، تركيا، يوكي، عناش مشكله الدنيا ليل، عن جد الدنيا ليل. اوه، جو حطاب ريميكس. وين دي يو جو؟ وطبعا احنا بندعمه. انا عارف اللي هو لو واحد دخل على قناته وكتب جو حطاب هيلاقي عنده 1.5 مليون، بس هو من الشخصيات المظلومة للأسف في الفيوز والمشاهدات. انا عارف الفيوز هي المشاهدات، بس هو للاسف مظلوم. للاسف هو عنده تحديات اعلى من الفلوجات، يعني بيجي من تحدي بيجي عليه اقبال. بينا عنده فلوجات، يعني بيشتري كاميرات بروفيشنال جامده قوي، واستند وحاجات جامده فوق الخيال بامانه. ويعني بتمنى له مستقبل مبهر ان شاء الله، وان شاء الله لو هو شاف الفيديو ده يصور افلام وينتج افلام ان شاء الله. وانا بتمنى لو هو بيشوف الفيديو ده يعني يعلق لنا اللي يعلق لنا كات. وبتمنى لو انت بتشوف الفيديو ده يا جو حطاب، انت مبدع ومحدش يقدر يوقفك، وواصل وانت دايما مواصل على رأي الاغنية اللي انت عملتها. يعني في الاغنية حتى هو كان بيشرح بيقول ان انا البداية كانت صعبة، ما كانش فيه مشاهدات. دايما اي حد فينا كيوتيوبر بيبدأ مفيش عنده غير مثلا 15 مشاهدة، وبيحاول اللي هو يطور من نفسه، فواحدة واحدة خلاص بيتعود. من اليوتيوبر اللي بيحمسني جدا اللي انا بخش على فيديوهاته واشوف فيديو ليه بيحمسني هو جو حطاب. الصراحه بخش على فيديوهاته بتحمسني ان انا اكمل وابدا اتعلم مونتاج واتعلم اجدد، واكون نفسي اجيب كاميرا واصور لقطات واصور حاجات زي ما هو بيصور كده. فهو صراحه من الاشخاص اللي بتحمسني جدا اللي انا اكمل في الفلوجات واكمل في قناه اليوتيوب. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتخش تشوف قناه جو حطاب. لو انت مش متابعها خش اعمل اشتراك للقناه، بيعمل فيديوهات حلوه جدا ان شاء الله تعجبك. ما تنساش تعمل اشتراك لقناتنا وتشوف كل الفلوجات اللي عندنا او الفلوج اللي يعجبك. وبس كده، كان معكم ايه بفيديو. سلام.